يو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جايز، كيف الأخبار؟ عاملين إيه؟ الحمد لله، الشكر لله. أتمنى تكونوا بألف خير وعافية. اليوم جينا علشان نتكلم على اللعبة الجديدة تاور أوف جود. اللعبة اللي معروفة، يعني كانت من شركة نيتل ماربل، يعني كانوا بيعملوا لها يعني بيبليسيتي في تويتر وفي حاجات أخرى، وهي من ما بين أحسن المانواز والويب تون في كوريا. علشان كده خرجوا لنا جيم كتير حلوة، تشون بيست، يعني زي شكل بلاك كلوفر، بس مش زي يعني وان بيس فايتين باس، أكشن موبايل وكده حاجة. اليوم جينا علشان نعمل كيفية تحميل وبدء في اللعبة بطريقتين، يعني لتحميل اللعبة. الأولى من البلاي ستور، من البلاي ستور تعمل تاور اوف جود، وبتخرج لكم اللعبة هنا نيو وورد نت ماربل. الحاجة الثانية يعني الابيك، يعني تحمل الابيكا وتعملها في الايميليتر ولا في الهاتف وتعمل لها داونلود. راح اورجيكم اللينك من وين راح تقدروا تحملوا اللعبه يعني بالابيكا، يعني من هذا الابيكا بيور تعمل داونلود الابيكا، يعني تعمل داونلود وكده بتخليها تتحمل وبعدين تدخلها في الهاتف ولا في الايميليتر، بعدين بنحملها بكل شيء ونعمل بلاي. هي حقيقة اللعبة يعني كتير كتير حلوة، بس اللي ما بيح يعني هي كتير حلوة، بس اللي ما بيحب يعني تشون بيست ما رح تعجبه اللعبة. بس الجرافيكس والشخصيات ويعني والواجهة كل شيء حلو كتير، ستوري وكده حاجات كلها حلوة. وهي تقريبا زي 7 Deadly Sins Grand Cross إذا بتعرفوها، بتاع الخطايا السبع. هنا نبدأ اللعبة. شوف الصوت. راح نعمل تخطي، بام، هديها شوي، هديها الله يخليك، هديها يا بام، كنت بتحلم. نعم بس هنا بتبدأ ستوري، ما راح نتفرج في ستوري وكذا، انتم عارفين اللي تفرج في السيزن 1، وعلشان ما بحرق عليكم. هنا في البداية يعني يعملوكم يعني كيفية لعب وبس، يورجوكم كيفية لعب. زي ما تشوفون هذا هو كيفية لعب اللعبة. هنا بتكون عندكم شخصيات يعني سيبورت، تانك، ودي بي اس، يعني الشخصية بتساعد، شخصية بتتحمل الضربات، وشخصية يعني بتعمل دامج. والالتيات كتير حلوين هنا. هنا لما بتشوف يعني هذا بتقدر تستعمل الالتيميت. كما تشوفون الانيميشن تاع الالتيميت كتير حلوه.
راح نعمل سكيب علشان ما نتعطل في الفيديو. تختار يعني الاي دي متاعك بعدين بتدخل تعمل سكيب. لما تعمل ريرول اعمل سكيب على طول طول طول. هذه بتكون يعني التوتوريال، هذه بتساعدك يعني في اي حاجة بتدعم تتعلمها اسمها الرين. اوكي هنا بتقول انه هذه رين هي التانك، وهذا هو الدي بي اس، وهذه هي السيبورت. تعمل التانك يعني اللي بياخد الدمج، يعني يتلقى الدمج في الواجهة الأولى، وهذا في ال في ال يعني في الواجهة الخلفية يعني الوراء. كما تشوفون هذه هي طريقة اللعب، أنه الشخصيات عندهم يعني على ما أظن 2 سكيلز والالتيميت. كما تشوفون عملت السكيلز الأولى وهذه الثانية، راح نعمل هذه عملنا هذه عملت يعني هيل. نحاول نلعب بسرعة علشان نمشي هنا الشخصية تبقى تلعب لوحدها، بس لما تجي تدخل للمعركة في هذا الايكون اللي هنا بتاخد يعني اكس بي ويعني وكوينز فلوس. أظن هنا يعني الليفلز أنا بطلع للليفل 10 كما قالت لنا الرين. أوكي بنرجع اللوبي ونلعب جيم أخرى. التوتوريال شوية طويلة، بس إذا كنت يعني تعمل سكيب 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 راح تعمل ريرول بسرعة. هنا بتسرع، وهنا الأوتو علشان تعمل الإلت الوحدة علشان الجيم تلعب بسرعة. بتاخد شخصية كتير اس اس ار يعني ببلاش في بداية اللعبة. وزي كل الألعاب يعني هذه اللعبة فيها
يعني كل شخصية وعنده لون، يعني اللون الأحمر بيقضي على اللون الأخضر، والأخضر بيقضي على الأزرق، والأزرق بيقضي على الأحمر، وفي نوعين آخرين element آخرين هما الدارك واللايت، يعني الأسود وال يعني كما تقولون الخير والأسود. كما تشوفون هنا هذا يعني بنفسجي والآخر أصفر. يعني لما بتلعب بثلاث شخصيات أو أربع أو خمس من نفس النوع بيكون يعني عندهم باف. نحاول ننتهي من اللعبة بسرعة. كما تشوفون يعني الانيميشن تاع الالتيميت كثير حلو. يعني سكيلات مرة حلوة، حتى الشخصيات. راح نمشي نحاول نمشي بسرعة علشان نورجيكم. هنا هنا السامونز علشان ناخد الشخصيات المهمة. تعمل 10 سامونز. هذه يعني الانيميشن تاع السامونز. هذه الشخصية الـ SSR اللي حصلنا عليها. في اليوم الأول يعطوك يعني بام و10 تيكت. كده نكون خلصنا. بتمشوا الى هنا بتاخدوا ال10 تيكتات، بترجعوا نمشي على السامونز. راح نتكلم على الشخصيات اللي لازم تمشوا عليها. يعني في شخصيه الاس اس ار بلس عندك هذه الشخصيه تاع ايفان، هي من الشخصيات يعني الاو بي كتير. انا بقرأ واحاول افهمكم يعني شوية لاني ما لعبت الجيم كتير، بس عارف بانه ايفن هو من احسن الشخصيات الاس اس ار بلس اللي ممكن تاخده. هذا كاراكا وهذه ايفان هيل كون ماتشيني. هذه كون ماتشيني، هذو الاثنين نفسهم بس يعني مختلفين. وفي هذا زهارد، بس الشخصيات الاولى الثلاث الاولى يعني هما الاس اس ار بلس، يعني الشخصيات المهمين. راح اورجيكم الاس اس ار العاديين لانه فيهم اس اس ار بلس، هما اللي اللي الحين ورجيتكم اياهم. والاس اس ار العاديين اللي هما الشخصيات الاس اس ار هما هذول، يعني تشيبسو بام تاخدو هذا ببلاش. عندك وريت ريزر، عندك زهارد اناك زهارد، وهدو الاس تشاير. كل ما انت نازل بتلقى التشاير الاخرين، هدو الاي وهدو البي. يعني بنصحكم تشوفون من الاس والاي تشاير لانهم شخصيات راح يعطوكم كتير فائدات في اللعبة.
يعني في أول اللعبة. نرجع إلى اللعبة، هنا بتختار يعني الشخصية أنت عايز تعمل عليها دروب من جديد، الـ SSR بس مش الـ SSR بلس. رح نختار كون هذه الشخصية علشان نحاول ناخدها. ونعمل اوكي، نعمل سامن 10 تيكت. ولا SSR اي 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 ولا حاجة، ما اخذنا ولا حاجة. بس راح نعمل ريرول. كيفية نعمل ريرول هي تكبس على البروفايل بتاعك هنا الفوق، تكبس عليه وتكبس على هذه الخانة ديفرس، تمشي هنا. هنا عندك يعني طريقتين، هنا تعمل حذف للأكاونت بتاعك علشان تعمل تبدأ من جديد، أو تعمل يعني الحساب تربطه بالجوجل بأبل ولا بالجيميل، يعني واحد بالإيميل يعني قصدي واحد من هذه الطرق. كده بنكون انتهينا يعني هذوم البيزك تاع اللعبة. في حاجة أخرى تقدروا تلعبوا بها وهي الوايد. راح أورجيكم إيش معنى هذا الوايد. راح نمشي نقلب على هذه الابليكيشن اسمها كنترول سكرين اورينتيشن. راح نعمل ستارت سيرفيس كده، بنكون شغلناها. نمشي الى اللعبه تاور اوف جود كده، ما حصل ولا حاجه. بس راح ننزل هنا ونختار هذه الاولى كده، بتتغير اللعبة يعني الى وايد. بتقدر تلعب يعني وايد، بتشوف يعني اللعبة زي فول سكرين. اظن هذا كل شيء يعني كتقديم للعبة وكبداية، يعني هذا كل شيء. وراح يكون ان شاء الله يعني فيديوهات اخرين، بس راح احاول يعني اتعمق في اللعبة وشوف يعني حاجات افهمها والشخصيات اللي لازم تمشي عليها. اتمنى تكون يعني الفيديو عجبكم كثير. ان شاء الله يكون حاجات اخرى في هذه السلسلة. شكرا كثير. Peace.